بشكل اكبر. وجود السوشيال ميديا وانجذاب الناس للسوشيال ميديا بشكل كبير جدا كان قلقنا بشكل كبير برضو على الكتاب وعلى القراء ان هم يبعدوا خلاص عن الكتاب الورقي. بس انتوا اتصالحتوا يعني 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 عرفتوا تتصالحوا، عرفتوا ان انتوا تجذبوا كل جمهور السوشيال ميديا للكتاب وترجعوهم مره ثانيه للكتاب. وطبعا ده اكيد كان فيه يعني اسباب كتيره جدا قدرتوا ان انتوا تعملوا بيها الكلام ده. ازاي اتصالحتوا وازاي بقت السوشيال ميديا بتخدم الكتاب دلوقتي؟ هو انا شايف، يمكن انا بقول ان في تحولات بتحصل في الفضاء الرقمي. التحولات دي لصالح الكتاب الورقي مش العكس. زي بقى اشرح. زي توقف السوشيال ميديا فجاه لمده 6 ساعات. فالناس حست ان هي ما تمتلكه لا تمتلك. صح. كويس. كتير جدا من كتاب الشباب بيكتبوا بوستات على فيسبوك او ليهم مدونات. كمان مدونات. بس في لحظه ممكن تبقى مش موجوده. المنجز بتاعهم ده ورقي. ليه؟ لان الكتاب اكثر ثباتا من فكره الاختراق. تخيلي حضرتك لو الخوادم والمستخدمات الموجوده وقواعد البيانات دي يعني حصل لها اي خلل 1 في المليون. خلاص انتهت مش موجود. كل بوستات حضرتك وكل صورك اللي على صفحه الفيسبوك وكل ارقام الموبايلات وكل حاجه راحت. كويس. اظن الكتاب بس محتاج صيغه جديده في التقديم. الكتاب نفسه محتاج صيغه، اقصد في التسويق ليه عند الاولاد الصغيرين، عند الاجيال الجديده. يمكن الجيل الكبير اللي زي حالاتي اللي هو يعني من 35 لغايه 50 الكتاب بالنسبه له اساسي. كتاب كتاب. لكن الجيل الجديد اللي متعود على التاتش سكرين كويس طول الوقت، ده محتاج شويه يعاد بناء العلاقه بينه وبين الكتاب بصيغ جديده من الكتاب، ان حتى الكتاب يبقى متبادل، يبقى موجود هنا وموجود هنا. الهيئه عامله مشروع مهم جدا في دكتور هيثم اظن كان طرحه، اللي هو فكره اذاعه الكتاب او ان هو يعمل اذاعه للكتاب خاصه بالكتاب. طبعا مشاركه دور النشر اللي بتعمل الكتاب الصوتي، رغم انه نشر 1 كتاب صوتي السنه دي، لكن عندنا امل كبير انه يبقى اكتر من نشر كتاب صوتي، خاصه انه بيتكلم كتير جدا الكتاب الصوتي. بالمناسبه حضراتكم شغالين في الاعلام وعارفين ان عشان واحد يعمل في او للكتاب كامل هياخد وقت قد ايه ومونتاج قد ايه ويطلع الكتاب ازاي، تكلفه كبيره طبعا. ولو عايزين نعمل مصنفات كبيره هنعمل فيها ايه؟ يعني عشان نحول كتاب 5 اجزاء لكتاب صوتي الموضوع هيبقى مرهق جدا طبعاً. وساعاته بس طويله برضه. وفي وسائط ثانيه، لكن اظن ان المستقبل على الاقل ال 20 سنه كمان لسه للكتاب الورقي. جميل. الشباب والمواهب الجديده والتحاقهم بمعرض الكتاب ده اكيد بالنسبه لاي موهبه شابه بتبقى فرصه كبيره جدا. على اي اساس بيتم اختيار المواهب دي؟ وعلى اي اساس بيتم التحاق الموهبه الشابه او الكاتب الشاب او الكاتبه الشابه لمعرض الكتاب؟ على مستوى النشر ولا على مستوى النشاط؟ على مستوى النشاط. على مستوى النشاط اقول لحضرتك، احنا في نشاط الكتب عموما بناخد الكتب اللي صدرت في اخر عام. اللجنه الثقافيه للمعرض، مش اللجنه العليا كمان، في اللجنه العليا اللي فيها الدكتور مراد وهبه برئاسه معالي الوزيره، دكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب محمد صلاح العزب، دكتور محمد عفيف، دي اللجنه العليا. اللجنه العليا بتضع الخطوط الرئيسيه للمعرض. مين شخصيه المعرض؟ ايه هو المحور؟ دوله ضيف الشرف ومشاركتها. السنه دي اليونان او الدوره دي اليونان. المدعوون الكبار. حلو؟ دي اللجنه العليا. تيجي اللجنه الثقافيه بقى والفنيه اللي هي برضو مكونه من اسماء كبيره فيها كتاب روائيين، استاذ فتحي سليمان وشعراء زي الشاعر فتحي عبد الله وعزمي عبد الوهاب، الشاعر اسف السماع عبد الله وعزمي عبد الوهاب ومحمد المتيم وغير المجموعه دي كلها. واللجنه الفنيه فيها الملحن حسن الاستاذ حسن زكي والدكتور سامح صابر استاذ الباليه. دول بقى بيبداوا يحطوا المحور بتاع المعرض مع اللي احنا بنزودهم بيه من معلومات عن الكتابات الجديده وغيره، ويبداوا يختاروا المشاركين في الندوات بحسب الانسب لمحور المعرض والنشاط. وهقول لحضرتك مثال بسيط. اتفضل. المهم احنا عملنا حاجه جديده السنه دي اسمها حلقه فكر. حلقه فكر دي قلنا القاعه الرئيسيه دايما بيجي فيها شخصيات كبيره واسماء كبيره. عايزين نشد ليها شويه الشباب. فحلقه فكر جبنا جيل اللي هو جيل الوسط، فجبنا عبد الرحيم كمال وعمر طاهر وجبنا زي ما قلت لك محمد رحيم، وجبنا امير رمسيس المخرج وعمر زهيري ومجموعه من نجوم في مجالات مختلفه. النجوم في المجالات المختلفه اللي ومحمد عصمت كاتب الرعب ومجموعه كبيره من الادباء، وزيزو عبده الاثري اللي بيكتب الاثار. جبنا مجموعه تخص الشباب وقلنا ايه، ادي هنا الشباب يجوا يحضروا في المحور ده، والناس دي عندها
جمهور كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. تمام. فيبدا انا ادخل الشباب اللي عندي الموجودين للقاعه الرئيسيه، بدل ما القاعه كانت مقصوره على المشاركات الرسميه والجليله والكبيره. طبعا يعني وتبان كده كانها حاجه دمها تقيل للشباب بالبلدي كده على طول. فيبقى المعرض يقدم لكل فئه من المجتمع ما يخص هذه الفئه وما يجذب هذه الفئة.